السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. برج الجوزاء روح قلبي اللي منور حياتنا ودايما عنده طاقات ايجابيه. هدي بقى اعصابك خالص وشوف ايه التغيرات اللي عندك الفتره دي. انزل بقى باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب، وزي ما انا مبسوطة بالفيديو بتاعك وبقراءتك انت كمان ابسطني اكتر باللايك الحلو، وان انت توصل للفيديو لاكبر عدد من المشاهدة. اخر الفيديو هنقول الرسالة بتاعتك القوية اللي هتنطبق على الامنية بتاعتك، بس في نفس الوقت عايز اقولك على دعاء حلو قوي قوله ورايا. الدعاء ده في راحة نفسية ليك. اللهم يا جابر المكسورين اجبرني، اللهم يا جابر المكسورين اجبر خاطري، اللهم يا جابر المكسرين اريني عجائب قدرتك في جبر خاطري. الدعاء بسيط بس قوله وشوف ان شاء الله باذن الله الاختلاف الحلو، وكمان مش الاختلاف بس، الراحة النفسية لقلبك ولحياتك بمجرد ما انت تقول الدعاء. اول حاجة، انتوا هنا عندكم مرحلة جديدة او مرحلة فيها نقلة جديدة، مرحلة فيها طول البال، راحة شوية، بتحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بقدر المستطاع، بتحاولوا ان انتوا تعيشوا كده وقت مختلف، وقت لذيذ مع الشريك، بتحاولوا ان انتوا تحلوا الخلاف اللي بينكم وبين الشريك. العاطفية عندكم تعبانة ب 360 درجة. ليه بقى تعبانة؟ في طرف ثالث في حياتكم الصراحة مطلوبة. الطرف الثالث ده هو السبب الرئيسي اللي عامل لكم المشاكل السلبية، او الطرف الثالث ده يعني ممكن يكون حد ليه علاقة بالشريك، او ممكن يكون امه واخته، حد بيتدخل في الخصوصيات. الطرف الثالث ده كان سبب رئيسي جدا في مشاكلك بينك وما بين الشريك، وعشان كده انت ممكن يكون عندكم علاقة مع ابراج هوائية، بينكم مشاكل، مفيش راحة ولا في استقرار. الفترة اللي جاية دي هتاخد قرار جد، وهتاخد قرار حاسم، وهتحط النقط على الحروف، وهتحاول تعبر عن مشاعرك اتجاه الشريك، وهتحاول تقول له اذا كنت انا عامل غلطة او انت عامل غلطة احنا هنعيد حساباتنا او هنصفي حساباتنا، وهنحاول نبص للحياة بشكل مختلف. ده اللي هيحصل عندكم الفترة اللي جاية، او لو انت عندكم خطأ او غلطة فهتحاولوا تتوبوا عنها وهتحاولوا الامور تتحسن عندكم. الفترة اللي جاية خلال كام يوم هيكون في سعادة برجوع حد ليك، او بان انت هتبدأ تكبر دماغك شوية وهتبدأ تطرد من حياتك حاجات كتيرة جدا. كمان الفترة دي ممكن يكون في عرض هيتقدم لك هتوافق عليه، بس عايزاك تفكر كويس جدا وتكون دقيق في تفكيرك، علشان خاطر ناس كتيرة جدا الفترة دي حطاك في دماغها قوي وبتحاول تمسك عليك واحدة، وفي ناس بتوصل كلام للشريك عنك غلط وانت مالكش ذنب فيه او ما يخصكش في حاجة، بس في ناس بتوصل كلام يخصك انت غلط، فياريت تخلي بالك كويس جدا من العراقيل دي. بشكل عام عندك علاقة او عندك رجوع او عندك ارتباط مع حد على التواصل الاجتماعي، حد على السوشيال ميديا، هيكون في كلام او في مواضيع هتتفتح عندكم على السوشيال ميديا بينكم وبين حد. في نفس الوقت كمان هنا عندك كلام حلو مع العيلة، هتحاول تهتموا شوية بالعيلة، هتحاولوا تهتموا شوية جدا بصحتكم، هتحاولوا تكونوا دقيقين جدا في افعالكم الفترة دي، وهتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تهتموا بنفسكم اكتر. انتوا معروفين في الاهتمام بالنفس، بتحبوا التغيير، ما بتحبوش الروتين، بتحبوا راحة البال. ممكن يعني لو حسيتوا ان راحة بالكم في عالم تاني ممكن تروح لعالم تاني من غير ما تترددوا ولا تفكروا. فبعض الامور عندكم هتكون خير ليكم. اي نعم انتوا في امور كتيرة متأجلة، يعني في تأجيل عندكم، بس في امور هتفرحكم بإذن الله. عايزاكم بقى تحذروا من شخص بيراقبكم طول الوقت ومراقب جدا تفاصيل حياتكم. الحد ده موجود ومازال موجود، انتوا حسيتوا ان علاقتكم بيه انتهت، بس هو انتوا لو انتوا نهيتوها بالنسبة لكم فهو ما انتهتش، والعكس تماما.
كمان اقدر ابشركم بخبر طال انتظاره. الخبر ده هيكون احداث جميلة ليكم، والله اعلم كل واحد مستني ايه. يعني هو خبر حلو هيفرحكم، البعض منكم ممكن يكون مستني وظيفة، البعض منكم ممكن يكون مستني ارتباط، رجوع، مولود جديد، كل واحد ينطبق عليه الخبر اللي هو مستنيه. طيب الفترة دي انتوا هنا مرهقين شوية او تعبانين شوية، دايما بتحاولوا تبحثوا او بتحاولوا دايما تستكشفوا، دايما بتحاولوا كده تشوفوا ايه اللي عليكم وتوفوا بيه. فالفترة دي مسؤولياتكم فعلا زايدة شوية بسبب حاجة معينة انتوا هتعملوها. ممكن كمان 100% يكون عندكم احتفال بحاجة كبيرة قوي في حياتكم. كمان هنا في فترة انتقالية، هتنتقل من فترة للتانية خلال الفترة اللي جاية، وهتكون الأضواء مسلطة عليك. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندك شهرة او عندك ترقية في عمل ان شاء الله بإذن الله. خلي بالك كمان ان انت هنا بدأت تقطع علاقتك مع حد مقرب ليك، يعني هو مقرب ليك بس هتكتشف سمه وهتقطع علاقتك بيه. انت الفترة دي مرت عليك بمشاكل، بأعداء كتير، بناس زودت الهم بتاعك حرفيا، فانت قررت ان انت ما تعيش غير لنفسك وتشوف حياتك اللي ناقصاك وتشتغل عليها. فان شاء الله بإذن الله القرارات بتاعتك هتكون هادية وهتاخد قرارات صح في الوقت الصح. انت الفترة دي من سبب الضغوط اللي عليك، بس الأضواء واحدة واحدة هتتحسن عندك، وهيكون عندك بشرى بسبب الموضوع او بسبب الورق اللي في المحاكم. وان شاء الله باذن الله كل حاجه هتنتهي على خير، وهيكون عندك تصليح كده مع نفسك. وفي نفس الوقت كمان الست اللي عامله زي البومه التعبانه اللي عندك دي، اللي ما بتحبش الخير لحد، اللي بتحب الفتنه وبتحب توقع الناس في بعض، دي انت هتديها حته قلم على وشها او هترد لها اللي هي عملته فيكم. والبعض منكم كمان ممكن يكون دي من اكتر الفترات اللي بيعاني من تعب في المفاصل او تعب اصلا في الضيق وفي الصدر. فالبعض منكم عنده فرحة مع الحبيب بإذن الله، وهيكونوا على موعد خطوبة أو على موعد زواج، على موعد خير جديد، الله أعلم. بس هنا جوه قلبكم نداء حلو، جوه قلبكم كده بشرى حلوة، انتوا أصحاب عزيمة وأصحاب قوة خارقة في حياتكم. فإن شاء الله كمان الفترة اللي جاية دي طاقتكم هتكون عالية، وهيكون عندكم طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية دي هتكون إيه؟ هتكون هي السبب الرئيسي للدعم الكبير اللي عندك، أو هتكون هي السبب الرئيسي إن أنتوا تكونوا أصحاب عزيمة وقوة خارقة موجودة في حياتكم. وفي نفس الوقت ممكن كمان أنتوا هنا هتعيشوا فترة مميزة، الفترة المميزة دي هتحسوا كده باستقرار نفسي. هنا كمان هتستفاد قوي من يوم من الايام، هتصحى فيه كده تحس بنفس عميق، وهتحس ان انت عمال تعمل تجارب جديده. وكمان في نفس الوقت هتنهي تحضير حاجه معينه، الحاجه دي هتنهيها من غير ما تفكر فيها ومن غير ما تتردد، وهتنشغل بامورك انت عشان انت برضو هتحط نقط على حروف، وهتعيش كده فتره مميزه، فتره جميله، فترة كده فيها احساس عالي، وهتكون مبسوط. يعني بسم الله ما شاء الله عليه، انت عندك انبساط حلو، بس دايما كون حذر. في حاجة حصلت بينك وما بين حد، هحاول يبرر لك ان هو ما كانش ليه ذنب، بس انت اعتمدت ان انت تكتشف الموضوع بنفسك، وحاولت ان انت توضح قوي انتباهك، وبتحاول قوي توضح السيطرة بعلاقتك اللي بينك وبين الشخص ده. وعايز اقول لك كمان ان انت في راحة، او هتحاول بقدر المستطاع تبرد نارك اللي جواك، لان انت هنا منجذب قوي في حاجات كتيرة جدا بتفكر فيها، وفي نفس الوقت عندك رقم 8، ده بيميز لك حاجة جديدة في حياتك او بيميز لك حاجة معينة، الله اعلم. بس في تمييز عندك في اشياء كتيرة جدا الفترة اللي جاية، وانت هتكون صاحب قوة
أو صاحب عزيمة بمعنى أصح. هنا عندك تغيير في العلاقة اللي انت فيها حاليا، اللي انت عمال تعطي تدي وتقف وتعمل، والعلاقة دي تعباك. فإن شاء الله بإذن الله بفضل ربنا محدش هيريحك في العلاقة دي غير ربنا. انت بتحاول تسعى وتصلح الأمور، بس انت مش عارف الخير فين، او مش عارف ربنا كاتب لك ايه. فياريت ما تستعجلش في قضاء ربنا عليه، عشان ممكن ربنا يكون كاتب لك الخير بس انت مش شايفه بسبب ان انت عايز حاجة معينة. وبشرك بخروج الحالة السلبية اللي انت فيها لفترة جديدة، في فترة مليانة من الفرح بإذن الله، علشان انت فعلا من الأشخاص اللي الفرح غاب عنهم الفترة دي بطريقة كبيرة. في شوية ألم في الكتف بغير طبيعية، يعني شوية كده ألم، ومن الضغوط اليومية عليك أو من كتر طاقات التفكير، أبسط حاجة بتعدي على وشك بتزعجك، تقلب المزاج عالي عندك الفترة دي قوي، وده بسبب إنه في أشخاص في محيطك مش حابين لك الخير، فكون حذر شوية منهم، وبلاش تقفل على نفسك الباب وتحب العزلة. الفترة دي انت محتاج تغير جو، محتاج كده تشوف الحياة بشكل مختلف. ففي عندك هنا شراء حاجات جديدة، وممكن يكون شراء حاجة معينة عندك انت. الفترة دي هي فترتك انت، جايلك رزق من عند ربنا، وفي شخص غالي عليك ربنا هيشفيه في اقرب وقت. والشخص اللي من عيلتك ده اللي دايما بيحب يعرف اخبارك، عايزك بس ايه، انت لما تيجي حتى تتكلم عن نفسك، اتكلم عن نفسك في ايه، في الحياة، في الحاجة البسيطة، او في يعني بلاش تدخل اللي قدامك في اعماق قلبك او في طاقاتك انت، لا احذر شوية وخلي بالك. في نفس الوقت هنا عايزاك تلتزم قوي جدا، تلتزم قوي بامورك، تلتزم جدا بالتزاماتك انت النفسية او الشخصية. ولو تعبان ومخنوق على طول وعمال تعيط وزعل، اتأكد تماما ان ده تأثير الحسد الشديد اللي عليك. في كمان هنا طرف ثالث بيحاول بقدر المستطاع يخرب بيتك، بيحاول بقدر المستطاع يهزمك في حاجات كتيرة جدا. انت عندك الايام دي طاقة كسل وطاقة سلبية وخمول، وده كله جايلك من الطبيعة بتاعتكم او القارين اللي هو ملازمكم في كل خطوة. فعشان كده انتوا هيكون عندكم الامر الفترة اللي جاية موقف او اتخاذان قرار جريء اكتر في حياتكم. وممكن كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي هيكون في اتصالات ولقاءات حلوة مع ناس، واقدر ابشركم انه في عزومة عندكم، عزومة حلوة، حد هيتصل بيكم وهيعزمكم او هيبقى فيه كلام. رغم ان انتوا اصحاب شخصية قوية جدا، وكل اللي يشوفكم بيقولكم يا جبروتكم، بس عندكم طيبة قلب تهد الكون كله. خلوا بالكم من علاقة من ابراج مائية بينكم وبين حد من الابراج المائية، علاقة ممكن يكون فيها توتر شوية أو فيها حيرة. العصبية وسرعة الانفعال وتقلب المزاج ده يعني هو ده اللي مضايقكم قوي، بس العصبية هي اللي زايدة عندكم مؤفرة بطريقة كبيرة. بلاش العصبية، وبلاش انتوا قلبكم طيب، انتوا ممكن تقولوا كلمة مش حاسين بيها، بس فعلا طيبة قلبكم هي اللي بتسيطر وبتصلح لكم كل اللي انتوا فيه. فبعض الاحيان بتحاولوا ان انتوا يعني تبعدوا عن المقربين ليكم، وبتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تكونوا هاديين وتكونوا ساكتين. فحاولوا بقى ان انتوا تشوفوا الحاجة اللي انتوا محتاجينها وتشتغلوا عليها. حاولوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي انتوا منتظرينه في حياتكم وتشتغلوا عليه. والباب اللي اتقفل الفترة دي بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ممكن يتفتح في أقرب وقت. انتوا لما بتحبوا حد بتدوا كل اللي جواكم ليه، عشان كده اكتر ناس بتخاف من الفراق، اكتر ناس بتخاف ان هي تفارق
الناس اللي هي بتحبها علشان فعلا بتتعب وبتتأذي، وما بتحبش ابدا ان هي تفارق ناس بتحبها، او ناس بمعنى اصح روحها فيها او اكلت معاها حتى لو عيش وملح. فعندك الفترة دي انت هتحاول تهدي نفسك، علشان انتوا جايين على نفسكم قوي بطريقة كبيرة، فانتوا محتاجين ترتاحوا شوية وتطلعوا من الضغوط اللي انتوا فيها اللي هي في دماغكم. وبلاش الاوهام السلبية، بلاش الافكار السلبية، وبلاش ان انتوا عمالين تضغطوا على نفسكم وتيجوا على نفسكم. انت مش مرتاح ولا عارف تاخد حق ولا باطل مع حد مضيع حقك دايما، فانت قررت لا اما تنفصل عنه لا اما تخرجه من حياتك، علشان حاسس ان الشخص ده بيجي عليك ودايما بيزعجك حتى لو بكلامه، وبيعمل الغلط ولما تيجي تسأله بيحاول بقدر المستطاع يبرر نفسه ان هو ما عملش حاجة. فانتوا هنا هتطلعوا من الضغوط اللي انتوا مستحملينها زيادة عن اللزوم، وهيبقى فيه هدية حلوة جايالك هترد فيه كده النفس، وهتاخد موقف كده حكيم، وهتحس قد ايه ان انت مبسوط. والتوازن اللي عندك ده هيجيلك من بعد زيارة الطبيب او من بعد الكشف عند الطبيب. انت ناوي اليومين دول تزور الطبيب، هتحس بتوازن كده مع نفسك او مع العلاقة اللي انت خايف منها. في هنا كمان مكالمة من حد غايب عنك، المكالمة دي هتجيلك قريب جدا وهيفتح معاك موضوع، بس عايزاك ما تديش الثقة الزايدة وتحذر من سرقة حواليك. حد من قلب بيتك ممكن يحاول يسرقك او يحاول ياخد منك حاجة كبيرة، فياريت تخلي بالك وتكون حريص كويس جدا من حتى لو كلام اتقال في ظهرك. ركز وامسك كده شوية وما تدخلش حد بيتك او تآمن لحد يدخل بيتك. انت من زمان اقولك وانت في حياتك تلات تعابين على هيئة بشر، التلات تعابين دول هم اللي عاملين لك الحظ السيء، اللي هم مخلينك دايما بتتراجع ودايما عندك فقدان حاجات كتيرة جدا. فانت تكون هادي وتستحلى بالهدوء وتبعد العصبية عندك، ففي رسالة هتطمنك وهتبشرك بخبر هيوصلك الفترة اللي جاية دي. هيوصلك الخبر ده هتحس قد ايه ان انت مبسوط، هتحس قد ايه عوض ربنا عليك طبطبة. هنا كمان في احلام كتير عندك، ممكن يكون احلام بحاجات معينة، فانت عندك كذا حلم بيدل على الرزق، بيدل على الزواج، بيدل على الارتباط، بيدل على الحياة الجميلة الفترة اللي جاية. ففي فرصة هتظهر لك، الفرصة اللي هتظهر لك دي هتكون فرصة جميلة هتعوضك، هتحس قد ايه ان انت طال انتظارك في ايه، في حاجات كتيره جدا كان بالك مشغول بيها. وهتلاقي فعلا الشخص اللي يساعدك ويقف معاك من غير اي كده، من غير اي مصلحه او من غير اي حاجه معينه، يعني هتلاقي الشخص فعلا اللي هيكون عوض ليك. في هنا حاجه خطيره، يعني الحاجة الخطيرة دي انت مداريها او انت كاتم وساكت عليها، مش عايز تتكلم عليها، مش خوفا طبعا، بس انت ساكت مش عايز تفضح حد او مش عايز يعني تخلي حد يتكلم عن حد. ففي حاجة انت هنا بتداريها بقدر المستطاع، عمال تداري فيها. فان شاء الله بإذن الله كمان الايام اللي جاية من خلال الخطوة الجريئة اللي انت هتاخدها دي هتبعد عن طاقات التشتت، وهتعرف الشخص اللي مشدود ليك وبيحبك في الدرع، مش متكلم ولا قايل. فعندك هنا باب جديد هيتفتح قدامك، الباب ده هيكون حياتك العاطفية، بس علشان الباب ده تستمتع بيه لازم تبطل خوف من المستقبل، ولازم تاخد قرار في الموضوعين اللي انت حيران فيهم وفي الطاقة السلبية اللي موزعة عليك. هنا عايز اقولك على حاجة كبيرة قوي انت مخلياك عندك يعني كده مش عارف تاخد الفرصة الصح
وده بسبب ان انت شخص قوي ومتفائل دايما، وعشان كده دايما بيكون عندك وفاء في حياتك. بس خلي بالك ان انت او انتوا بيقولوا عليكم ان انتوا عيونكم فارغة، مش عيونكم فارغة، انتوا بس الناس بتقول حاجة واللي يعرفكم بيقول عليكم حاجة تانية خالص. بشرة خير، البشرة دي هتكون من بعد الصبر ومن بعد التعب ومن بعد الخذلان اللي جالكم اكتر من مرة. السعادة قدامكم ومفتوحة، فعشان تكسبوها لازم تستغلوه صح، وطول ما انتوا ماشيين في الخير هيكون عندكم طاقات ايجابية وهيكون عندكم فرحة حلوة قوي. الفرحة دي هي السبب الرئيسي اللي هتكون الفترة الإيجابية عندكم عالية. انتوا كده أصحاب قوة خارقة، فبلاش المشاكل اللي انتوا عمالين تتواصلوا فيها، أو بلاش المواضيع اللي مضايقاكم وخزلاكم. الفترة اللي جاية هيبقى في جزء من ظلمكم، هتاخدوا حقكم بنفسكم في فترة حلوة، وفي رسالة بإذن الله بفضل ربنا هتفرحكم، والرسالة دي هتكون سبب رئيسي ان انتوا تخرجوا من الطاقة السلبية، او من بمعنى اصح من طاقة القلق اللي ملازماكم في ابسط الامور واللي عاملالكم ضغوط نفسية بتمر بيها من فراق او من كسل او من خمول، الله اعلم. فانتوا حطوا رجلكم على بر الامان علشان الطريق قدامكم مفتوحة والثقة بتاعتكم عالية، وطول ما انتوا منتظرين الحاجة اللي عندكم تتعمل لازم تثقوا في كل خطواتكم. نشوف بقى رسالة القوية بتاعتك هترد عليك وتقول لك ايه، ولعل الرسالة بتاعتك تكون قوية. بسم الله. بص بقى رسالتك، ما شاء الله، لا تنجرح ابدا ولا تحزن، قريب جدا ربنا هيبشرك بما تنتظر، وستبكي من شدة السعادة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الرسالة بتاعتك قوية وجات على الجرح قوي، ده جات كده على يعني على حاجة معينة عندك، يعني انت مستني فعلا تبكي من شدة الفرح. ليه؟ عشان الفرح غاب عنك. ليه؟ علشان حاسس ان حياتك واقفة وما فيهاش اي جديد. الفترة اللي جاية يكون فيه تبشرات حلوة وفي طاقة عامة وفي فرج يخصك انت شخصيا، فكون حذر وكون على ثقة تاما ان ربنا هيبشرك. تحياتي ليك واتمنى لك الخير.